هدول الطريقتين الاساسيتين كيف الفريزبي، رميت الباك هاند ورميت الفور هاند. 1 2 3 سيلرز. كنت ولا مره سمعت فيها فريزبي كان شيء بالعاده بنروح بنشبقه على البحر يعني. صلي عم بلعب فريزبي تقريبا 5 سنين، ما كنت عارف انه هي جيم وفي لها رولز وفي تيمز وفي فرق. لما سالت عنها وبلشت استفسر كيف بتلعب لقيتها كثير تشالنجينج. شوي شوي اللعيبة عم تتعرف علي لهيدي اللعبة، منا مثل بيخلق اللاعب والطابة بإجره يعني، لا أبدا، هيدا عم بكب صحن بإيده، يمكن أبدا مش شايف هذا الشيء. بدها كتير ركض، بس what makes it more beautiful هي الكوميونيتي. I count for the people and for the disc. بلشنا بـ2015، في شاب من أمريكا كان هون نو بلبنان، بلش اللعبة كانوا هني 6 أشخاص يلعبوا بملعب النجمي، كبرت الكوميونتي فقرروا يصير إلى لجنة بتهتم بلعبة الصحن الطائر بكل على كافة الأراضي اللبنانية. كل فريق مؤلف من 7 أشخاص. الجيم تبدأ لما الفريق بيسد للفريق الثاني. They have to pass the disc لبعضهم from one side of the field to the other and catch it in the penalty box. وما فينا نركض نحن بس يكون معنا الصحن بايدنا، لازم بس نمسك الصحن، لازم نوقف محلنا، وبس فينا نحرك اجر وحده واجر الثانيه ثابته. يلا ارجعي عن جد هيك لحظه اللي طلعتي تستخدمي انت اون ذا اند زون وانت لقطيها بتحسي انه اوه هي جايز. كان عندنا بطوله بالسعوديه من 11 نوفمبر هالشهر، طلعنا فريقنا طلع 13 من اصل 16 فريق، بس ربحنا 3 وخسرنا 3 بنفس الوقت، سو ذاتس جود. بما انه عم نحضر لتورنمنت حتصير بمصر، فنحن قررنا انه كلياتنا او اللعيبه اللي هن يعتبروا اكثر شيء عم يجوا على البراكتسز انه هن يعملوا يديروا البراكتس، يعملوا كوتشنج شوي للاشياء اللي هن منيح فيها. فإذا أنا منيح بالكاتينج أو بالركض بقعد بعلم الباقي كيف يركض وكيف يتحركوا صح، إذا حدا منيح بالكب بيعلم الباقي كيف يكب، فرحنا هيك الأسبوع عم نغير وإن شاء الله هيك بكون عندنا فريق منيح بالأخير. بالبطولة كان في شيء 400 بلاير حاطين هن ستاتس، مين جاب أكثر أسيست مين جاب أكثر جول، سو عندنا محمد خليفة طلع الرابع من أصل 300 و400 واحد، so we have MVP معنا هون. صار لي تقريبا 2 سنين عم بلعب وما بحس بحياتي بوقف.